السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع هيثم في الصين. المرة دي أنا موجود في الوير هاوس بتاعنا بتاع سمارت لوج أند تريد. المكنة اللي قاعدين عليها دي أحد الماكينات اللي تم توريدها لأحد العملاء بتوع هيثم في الصين، العملاء بتوعنا. المكنة اللي احنا قاعدين عليها دي عندنا واحدة تانية زيها بالظبط موجودة ومتاحة افيلابل للبيع والتوريد والتركيب والتدريب والصيانة وقطع الغيار. المكنة دي مكنة السي ان سي راوتر او مكن حفر سي ان سي. باشمهندس هاني، باشمهندس هاني احد المتميزين المهندسين المتميزين في مجال ماكينات السي ان سي وماكينات الطباعة الديجيتال برينتنج بصفة عامة وخطوط الانتاج. باشمهندس هاني، كلمنا عن المكنة اللي قاعدين عليها. باشمهندس، دي عبارة عن مكنة سي ان سي راوتر مقاس عرض 2 متر في طول 4 متر مزودة بوحدة روتري لعمل الفلاطة. المكنة زي ما حضراتكم شايفين السبندل ارتفاعه 40 سنتي وده مناسب جدا لاعمال ال 3 دي والحفر. ثالثا هنا الكنترولر، ده طبعا المكنه مصنعه كلها بمواصفات اوروبي وجوده عاليه جدا. الكابلات والحركه كلها مستورده بالصيني. التجميع طبعا على باحترافيه جدا، جرايد مسننه، وهنا سبندل 6 كيلو قدرته عاليه جدا لاعمال ال 3 دي واعمال الحفر واعمال الاستنباط كمان. هنا الكنترول بانل، طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكنترول بانل كله شنايدر ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لل الماني، يعني حاجه الماني زي ما يعني المفاتيح كلها الماني مش صيني. فده برضو على حسب، وده بس لفت نظر قبل كده في البث المباشر قلت ان المفاتيح حسب الكومبوننتس بتاعت اي مكنه او اي خط انتاج من الصين انت اللي بتحدد ايه اللي انت عايزه منه. جهه الكنترول يونت، المفاتيح والكونتاكتورز كلها شنايدر. الكابلات طبعا كلها مترقمه ومعموله بنظام مهم جدا عشان الصيانه. طبعا في الناحيه الثانيه درايفرات المواتير وكابلات المواتير، ده في الجهه الثانيه من الكنترول يونت. الكابلات كلها تايواني ووسائل الحركه كلها هايويل. تروس جرايد مسننه مايله وتروس مسننه مايله. السبندل 6 كيلو، المكنه مقاس 2 متر. انا عايز اراجع تاني يا باشمهندس ثاني على الاستخدامات بتاعت مكنه الراوتر السي ان سي راوتر. المكنه هنا بتستخدم اهم حاجه ومن اكتر التطبيقات ليها هو شغل اعمال الموبيليا، وده طبعا مهم جدا للناس اللي في دمياط واللي في المناطق الصناعيه. اعمال النجاره بصفه عامه. اعمال النجاره بصفه عامه. طبعا شغل الدعايه والاعلان، شغل الحروف بتاع المحلات، وده طبعا تطبيق. انت قلت لي برضه في من عارفين شغل برضه الكلادنج وشغل الكلادنج، ودي حاجه مهمه جدا طبعا لان 90% دلوقتي من الواجهات بتتعمل كلادنج مش دهانات، فده طبعا حاجه مهمه جدا للمشاريع الجديده اللي شغاله في البلد. المكنه طبعا في الجوده ما تقلش عن اي مكنه امريكي او اوروبي موجوده في السوق. المكنه بنفس المواصفات وطبعا يمكن الاسعار مميزه جدا، وكمان مساحه المكنه مميزه جدا، مقاس 2 متر في 4، ده مهم جدا للناس لان بيقدر يشتغل بيها على جميع المقاسات اللي موجوده في السوق. نعم. المكنه موجوده ومتاحه للتوريد هنا في مصر او سواء في اي دوله في العالم. من الوكيل احنا طبعا واخدين وكاله، البراند بتاعنا سمارت كام. سمارت كام ده البراند الخاص بشركتنا في الصين، سمارت كام، وهو الخاص بكل ما يتعلق بمكن السي ان سي الراوتر والليزر والبلازما، موجود وجاهز للتوريد من الصين مباشره لحضرتك. تقدروا تشرفونا في اي وقت بالتواصل عبر الارقام اللي موجوده على الفيديو، سواء ارقام الاتصال او ارقام الواتساب، وسواء كل ارقام التواصل الموجوده. نسعد بيكم دائما، تواصلوا معانا في كل ما هو جديد دائما مع هيثم في الصين. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.